السلام عليكم، انا عبد الرافع السلماني، دوار بوعجول. كندوي على واحد الواد كيسميوه برديه، كانوا كيرعاو فيه الناس، كان كيستافدوا منه بزاف ديال الناس ما عندهم شي البلاد. دابا راه ولا كيتحرس وسيطروا عليه شي ناس، لا حول ولا قوه الا بالله. الله يديم خلق وصاب. الامين عبد الحق من جامعه راس الواد، بلاد هي هادي، راه شاده على ديك الحرث في النص ديال الحرث اللي اونفاس، وكيدوز في الوسط الزيتون، وكتطلع نيشان اونفاس لذاك الحيط، ودايزه دايره، هي دايزه دايره بالقطعه كامله. كانت الطبيعه، كان الواد كنمشيو كنفوجو، الدراري كيعودو يلعبوا الكره، ما بقاش دابا حتى شي حاجه. وكنطالبوا بالناس المسؤولين او كان صاحب الجلاله الله ينصرو، هو اللي عنده الحق في املاك الدوله، هو اللي عنده الحق يخرجنا من هذا المشكل، لان جرينا ومشينا وما خلينا فيما مشينا، ما صافي، لا غالب الا الله.